الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ميت ات إليت. ضيفنا اليوم الدكتور حسام حمدان، اخصائي جراحه اطفال. اهلا وسهلا فيك دكتور. سعد صباحك، اهلا وسهلا. دكتور، جراحه الاطفال اختصاص مهم ونادر في القطاع الطبي الخاص، فيك تشرح لنا عنه اكثر؟ الاختصاص جراحه الاطفال هو اختصاص يعني بالحالات الجراحيه عند الاطفال، تقسم الى ثلاث مراحل عمريه. المرحله الاولى هي مرحله الوليد من عمر اليوم الواحد حتى عمر الشهر. المرحلة الثانية هي مرحلة الرضيع، تكون من عمر الشهر حتى تقريبا عمر السنتين أو أكثر قليلا. المرحلة الثالثة هي مرحلة الطفولة من عمر 3 سنوات إلى عمر 14 سنة. تحديدا العمليات التي نجريها في اختصاص جراحة الأطفال هي الجراحة العامة أو جراحة السبيل الهضمي عند الأطفال، جراحة المسالك البولية عند الأطفال، وجراحة الصدر والعنق عند الأطفال. دكتور، شو هي أكثر العمليات الجراحية بتقوم فيها في داخل مركز إليت الطبي؟ فينا نقول الختان وإصلاح عيوب الختان، الفتق الإرابي عند الأطفال، المشاكل المتعلقة بالخصية مثل القيل المائية حول الخصية أو الخصية المعلقة، المشاكل العمليات الجراحية بمنطقة الشرج، العمليات الجراحية المتعلقة بالبطن، أشعة التهاب الزائد الدودي، كيسات العنق، لجام اللسان أو الربط في اللسان. يعني حقيقة هناك طيف واسع من العمليات الجراحية التي نقوم بإجراءها في مركز إليت الطبي. دكتور، شو العمر الأفضل لعملية الختان؟ العمر الأفضل لإجراء الختان هو بين عمر 10 أيام لعمر 40 يوم. يكون الألم أقل عند الأطفال، النزف أقل عند الأطفال، الاختلاطات أقل، ويكون آمن. شكراً دكتور على المعلومات المهمة هاي اليوم. أهلا وسهلا، شكراً كثير لك.